بعد الثورة جات فترة في العام الأول والثاني ثم شكون يقول هذايا قانون مخالف لحقوق الإنسان والحريات بتاعها في فن كم من عام بشوية. ثم فيما بعد وقع تفعيل واليوم نحقق لك اللي الإحالات اللي تعدد الحال بها المجرمين على على قضاة التحقيق في التحقيق على أساس قانون 2003 واضح. الآن المشروع الجديد هو الآن تقريبا في نسخته تكاد تكون نهائية، سيقع اعتماده في اليوم في جلسة المجلس الوزاري ثم المجلس الوزراء فيما بعد، وسيحال إلى مجلس نواب الشعب في بضعة أيام، يعني في يمكن في 48 ساعة أو في بعد مجلس الوزراء. يعني القانون جاهز جاهز، أما اللي نحب نزيد نأكد عليه راهو مثلا عندناش فراغ تشريعي يعيشه، اللي ما سمعش يقول، اللي سمع يقول اللي ما سمعش. المقاومة الإرهاب راهي مش متوقفة على قانون الإرهاب. أنتم تعرفوا اللي مقاومة الإرهاب هي استراتيجية كاملة تعتمد على مقومات ثقافية اجتماعية اقتصادية إلى آخره. هذا لازمنا نفهموه، ولذا معناها قانون الإرهاب المشروع هو تقريبا في نسخته جاهز، بقيت فقط مسألة إجراءات اعتماده من طرف مجلس الوزراء ثم يحال إلى مجلس نواب الشعب. وشكرا.